السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب وطالبات الصف الأول الإعدادي. هنحل مع بعض تدريبات كتاب الجيم Lesson 1 and 2 Page 152 صفحة 152. أوكي، تدريبات على الفوكابلري، على الكلمات. And the question number 1: Choose the correct answer. You shoot paper and plastic to help the environment. يجب انك انت تعمل ايه للورق والبلاستيك عشان تساعد البيئة. طبعا هنا هناخد recycle، يعني يجب انك انت تعيد تدوير الورق والبلاستيك. Number 2: I take money، انا باخد المال out of the خارج الـ ATM، مكنة الـ ATM. Number 3: technology helps protect the environment، بتساعد في حماية البيئة. طبعا هي الجرين تكنولوجي، التكنولوجيا الخضراء او التكنولوجيا النظيفة. هنا جرين معناها نظيف او صديق للبيئة. Number 4: اسماء wants to her skills in writing short stories، يبقى اسماء تريد ان هي develop، تطور مهاراتها في كتابة القصص القصيرة. Number 5: My dad the broken chair yesterday، أبي عمل إيه للكرسي المكسور امبارح. طبعا produced أنتج، fixed صلحها، collected جمع، planned خططة، يبقى الإجابة صحيحة fixed. Number 6: Always دايما try hard to help people who are poor، دايما بتساعد الناس الفقراء. طيب دي مين؟ طبعا التشاريتيز، الجمعيات الخيرية. Number 7: My aunt عمتي designed صممت an amazing A for the new restaurant، للمطعم الجديد. يبقى صممت مثلا a new أو an amazing advertisement، إعلان مذهل للمطعم الجديد. Number 8: My phone's lasts for long time، lasts يعني تستمر. طيب يبقى my phone's A حاجة في التليفون تستمر for a long time، لوقت طويل، because it's new، عشان جديدة، يبقى إلا يستمر الباتري، البطارية. Number 8: The laptop، اللابتوب is a device، هو جهاز إيه؟ electronic، يعني إلكتروني. Number 10: I like traveling by، بحب السفر بإيه؟ I like watching the clouds closely، بحب أشاهد الرياح. closely يعني بطريقة قريبة أو من قرب، يبقى أنا بحب السفر بإيه؟ بالايربلين، بالطائرة. اوكي. نمبر 11: they have a good factory، عندهم مصنع جيد. so they think of، عشان كده بيفكروا في more goods at this year، في عندهم مصنع كويس، وبيفكروا في producing، انتاج كثير من الجودز، بضائع this year، هذا العام. نمبر 12: A lot of teachers، كثير من المعلمين، use، بيستخدموا to make the lesson easier، عشان يخلي الدرس سهل. يبقى المعلم هيستخدم ايه؟ articles، مقالات، letters، حروف، infographic. طبعا infographics معناها رسومات توضيحية او تخطيط بياني. Number 13: سلوى her younger sister when her mother is away، سلمى بتعمل ايه لاختها الصغيرة لما مامتها تبقى away. away يعني بعيدا. تعمل لها ايه؟ develops، يطور، take cares of، يهتم بي، changes، يغير، produces، ينتج. طبعا اجابة صح takes care of، يعني تهتم بي اختها الصغيرة. number 14: please send photos to your presentation to be more exciting، يعني من فضلك اعمل بعض الصور للبرزنتيشن، العرض التوضيحي بتاعك، عشان تبقى مور اكسايتنج، مثير اكتر. يبقى من فضلك ايه؟ دراج. يعني ايه دراج؟ يعني اسحب بعض الصور او ضع بعض الصور. نمبر 15: I need to update، update معناها احدث، محتاج احدث ايه؟ كاميراز software before our trip، قبل الرحلة، يبقى محتاج احدث الديجيتال كاميرا، الكاميرا الرقمية. طيب عندي هنا بيج صفحة 153، 135، time to practice. بيج 153: choose the correct answer from A, B, C or D. number 1: when we online we see online advertisement، يبقى لما احنا بنخش على الانترنت online بنشوف اعلانات على الانترنت، يبقى when we go online، يبقى go online يعني يذهب على الانترنت او يخش على الانترنت. Number 2:
Solar A make electricity using the sun. السولار بانلز طبعا ألواح الطاقة الشمسية بتولد كهرباء باستخدام الشمس. Number 3 ATMs helps us recycle old electronic devices. يبقى الايكو فريندلي يعني الماكينات الاي تي ام الصديقة للبيئة بتساعدنا ان احنا نعيد تدوير الاجهزة القديمة. في كده ماكينات اي تي ام بتحط لها الكترونيك ديفايسز اجهزة الكترونية قديمة وتطلع لك فلوس، فانت كده بتبقى اسمها ايكو فريندلي اي تي امز، يعني مكان اي تي امز صديق للبيئة. Number 4 some people joined بعض الناس joined انضمت project to help the environment عشان تساعد البيئة، يبقى انضمت الى مشروع ايه التري بلانتنج زراعة الاشجار. Number 5 the park is full الحديقة is full of طبعا full of يعني ممتلئة ب children الاطفال playing different games بيلعبوا العاب مختلفة. Number 6 we need new ways محتاجين طرق جديدة to help us solve some of the problems our world محتاجين طرق جديدة عشان تحل بعض المشكلات our world faces faces يعني واجهة اللي بيواجهها العالم. طيب number 7 the of the novels هو ايه للقصة is journey to the center of the earth رحلة الى مركز الارض، يبقى ده هنا التايتل يعني عنوان القصة رحلة الى مركز الارض، يبقى هنا عايز كلمة تايتل. number 8 we use ATMs to take some money بنستخدم ال ATMs عشان ناخد فلوس of our account يبقى take money out يعني take out معناها يخرج فلوس من ال account من الحساب. number 9 scientists العلماء are batteries that work using material from plants يبقى العلماء بيعملوا ايه للبطاريات هتستخدم الطاقة من النباتات يبقى developing يعني يطوروا. Number 10 airplanes الطائرات fly using the power بتطير باستخدام القوة that comes from the sun اللي بتيجي من الشمس يبقى اسمها solar powered airplanes طائرات بالطاقة الشمسية. Number 11 some batteries could produce enough power بعض البطاريات ممكن تنتج طاقة كافية to electric cars تبقى to A to run run معناها يدير أو يشغل run دي لها ثلاث معاني المعنى الأول يجري والمعنى الثاني يدير أو شغل والمعنى الثالث يدير مكان أو يدير مشروع. number 12 put the ضع إيه in the bin في السلة المهملات طبعا هحط الربش ربش الكمامة. number 16 before buying something online قبل ما تشتري حاجة على الإنترنت I read A بقرأ إيه الريفيو التقييم بتاعها أو آراء الناس. number 14 first اولا the app to open it اولا اعمل ايه للتطبيق عشان افتحه طبعا tab tab يعني ينقر باللمس كده على شاشة التطبيق او على ايقونة الاب علشان يفتح معاك. number 15 the smartphone is a famous التليفون الذكي famous ايه that most people use these days اللي معظم الناس بتستخدمه هذه الايام. طيب هو famous intention intention يعني نية power طاقة ocean محيط device جهاز طبعا هو السمارت فون الهاتف الذكي هو device. طيب عندي هنا تدريبات القاعدة اللي عندي والقاعدة كانت اسمها الامبراتيفز الامر طبعا قاعدة سهلة جدا شرحناها من كتاب المعاصر من كتاب البيبت. تعال نخش على التمارين بتاعتي على طول عندي هنا بيش صفحة 155 155. question number 1 late for school Adam يبقى هنا بديك ايه امر بس منهي يعني اقول لك ايه لا تتاخر على المدرسه يا ادم يبقى don't be. number 2 your dad is sleeping ابوك نايم او والدك نايم don't بعدها المصدر يبقى don't wake him up يعني ما تصحهوش. number 13 off your mobile the lesson is going to begin يبقى هنا عايز اقول لك اقفل التليفون يبقى في الامر المثبت ببدا بالفعل في المصدر يعني الفعل بدون اضافه يبقى الاجابه صح turn off. number 4 هاني خلي بالك هاني هنا مش فعل هاني هنا منادى ليه عشان جاء بعد كومه يعني بيقول لك يا هاني داون بليز يور كلاس ميت كانت سي ذا بورد يبقى يا هاني سيت داون اجلس من فضلك. number 5 speak loudly in the library run
يبقى أديك أمر منهي هنا، لا تتحدث بصوت عالي في المكتبة يا رندا، يبقى don't. Number six. Number six. I have got a lot of homework. أنا حصلت على كثير من الواجب to do عشان أعمله النهاردة. So عشان كده don't wait for me. يعني ما تستنانيش النهاردة عشان هو عنده واجب إيه كتير. Check that you are safe online. طيب يبقى هنا أقول لك إيه؟ Always دايما check افحص إنك أنت آمن عبر الإنترنت. Number eight. After you eat a big meal, بعد ما تأكل وجبة كبيرة, it's not a good idea. طيب يبقى عايز أقول لك إيه؟ Don't exercise. يعني ما تتدربش بعد ما تأكل وجبة كبيرة أو وجبة كده دسمة, ما تروحش تتدرب عشان دي ليست فكرة جيدة. Number nine. Make friends with people you don't know. عايز أقول لك ما تعملش أصدقاء مع ناس ما تعرفهاش. يبقى don't make friends with people you don't know. Number 10. Say unkind things to your friend. يبقى هنا عايز أقول لك ما تقولش أشياء مش كويسة لأصدقائك. يبقى never الأمر المنفي, يا إما نجيب don't والمصدر أو never والمصدر. طيب question number 2. Complete the sentence using with the correct form of the word in practice. Number 1. Not tell dad about my accident, he will be worried. يعني عايز أقول له إيه؟ ما تقولش لبابا عن الحادثة, هيكون قلق. يبقى أديك أمر منهي, don't, والمصدر tell, يبقى don't tell. Number 2. Sit down, اجلس, and open, وافتح أمر your book, افتح كتابك. Number 3. Doing your best to achieve your goals. يبقى هنا أمر do your best, يعني ابذل قصارى جهدك علشان achieve, تحقق أهدافك. Number 4. It's children walk. يعني هنا هو بينده على الأطفال. الأطفال هنا مش فاعل عشان بعدها كوما, فلك يا أطفال امشوا carefully بحرص while crossing the road, أثناء عبر الطريق. Number 5. To brush your teeth before going to bed. يبقى ديك أمر لك brush, يعني نظف أسنانك قبل ما تنام. Number 6. Speak during the lesson. تتكلم أثناء الدرس. Listen carefully, استمع بحرص. يبقى هنا أمر منهي, يبقى don't talk, لا تتحدث أثناء الدرس. طيب تعال هنا بقى, عندي آخر حاجة تمرينات على lesson 1 and 2 من unit 4, وعندي هنا page 157 عشان تفتح الكتاب هنا معايا, 157 157. طيب هنسيب سؤال الاستماع ونخش على المحادثة. Complete the following dialogue. أكمل المحادثة الآتية. أول خطوة في حل المحادثة هو قراءة عنوان المحادثة. كادي is going to the cinema and her dad. كادي رايحة السينما وأبوها is going to pick her up home. هياخدها للبيت بعد ما تروح السينما. فالمحادثة بين كادي وزينب. كادي I'm going to see the new movie. أنا هشوف الفيلم الجديد this evening, هذا المساء. Would you like to come? هل تريد أن تأتي؟ طبعا أنا ما عارفش هي عايزة تروح ولا لا. قلت لها I have an extra ticket for you. أنا عندي تذكرة ليك. يبقى لها yes, نعم. I would love to, أحب أن أأتي. طيب قلت لها I have an extra ticket for you, معايا تذكرة إضافية ليك. لها really, حقا. Thanks, شكرا. وراحت سألت سؤال إجابته كانت no, Jasmine is going to play tennis. قلت لها لا, Jasmine هتلعب تنس. يبقى مثلا السؤال إيه؟ Is Jasmine going to come? هل Jasmine هتيجي؟ Is Jasmine going to come? طيب question mark. سألتها سؤال تاني إجابته it starts at 9 PM. يعني الفيلم هيبدأ الساعة 9 مساء. يبقى سؤال عن الزمن, بسأل عن الزمن بوين أو what time. When is, when does the film start, أو when does the film start, متى سيبدأ الفيلم. طيب how are we going to get home, هنروح البيت ازاي او هنروح ازاي بعد الفيلم. لا my dad has a car, ابوي عنده عربية. He is going, هو مثلا he is going to pick us, he is going to pick us up home, يعني هيوصلنا البيت. Pick us up home. Okay, where will we meet, هنتقابل فين مثلا. In front of my house,
أمام منزلي أو في أي مكان، at the park مثلا. طيب ننتقل إلى سؤال، read and complete the text with the word from the following list. Eco-friendly ATMs، المكنة الصديقة للبيئة، are great invention، هي اختراع رائع، for a sustainable. Sustainable future يعني مستقبل نظيف أو مستمر أو صديق للبيئة، يبقى دي number one. These ATMs، هذه الآلات، will help us، هتساعدنا إن إحنا إيه recycle، نعيد تدوير، يبقى هنا recycle نعيد تدوير إيه الـ old devices، الأجهزة القديمة. Okay. When you put your old device in it، لما بتحط الجهاز القديم بتاعك فيها، the machines tells how much money you can have for it، الآلة بتقول لك كمية المال اللي هتاخدها مقابل الجهاز ده. Then you can't keep the money or give it to a، من بعد كده ممكن تخلي المال معاك أو تديه لإيه، لتشاريتي يعني جمعية خيرية تتبرع بالمال مثلا. They show how، بيبين لك how green، يعني كم هي نظيفة، how green technology، إزاي الطاقة النظيفة can help protect the environment، ممكن تساعد في حماية البيئة. طيب السؤال بعد كده choose the correct answer. Number one، now، الآن، open the، افتح إيه، to choose the color you want، عشان تختار اللون اللي انت عايزه. يبقى هفتح الباتري، البطارية، سكرين الشاشة، color bar شريط الالوان، network طبعا هفتح الcolor bar شريط الالوان، ده بيبقى في الكمبيوتر كده عشان تختار لون الخط مثلا. number two، scientists العلماء، new medicine to help the environment، العلماء develop يعني بيطوروا دواء جديد عشان يساعد البيئة. number three، on the icon for 1 second and it will open your photos، يعني عايز اقول لك اضغط على الايقونة لمدة ثانية وهتفتح. يبقى اضغط دي اسمها press، يضغط، design يصمم، take يأخذ، erase يمسح، طبعا الاجابة صح press. number four، cycling يعني اعادة التدوير، is totally، totally يعني كليا، form of transport، طبعا totally ايه، a sustainable form يعني شكل مستدام من وسائل النقل. My grandparents أجدادي bought a piece of، اشتروا قطعة من إيه، near the lake to plant، بالقرب من البحيرة عشان يزرعوا apple trees، أشجار تفاح، اشتروا قطعة من land، من الأرض الزراعية. number six، this app، هذا التطبيق، has a lot of، في كثير من إيه، for changing photos، لتغيير الصور، يبقى في كثير من الإفكتس، التأثيرات. number seven، the photo to folder to save it، يبقى هنا عايز أقولك إيه، drag يعني اسحب الصورة على الملف كده عشان تحفظها. number eight، please the door when you leave، أديك أمر من فضلك، close، عايز المصدر، اغلق الباب عندما تغادر. number nine، me when you finish the report، يبقى عايز أقولك اتصل بي لما تخلص التقرير، يبقى call me. number eight، طبعا خدت كل بس المصدر هنا عشان خاطر إيه، ده أمر مثبت. number 10، okay you can go out، انت ممكن تخرج، but ولكن late، ولكن ما تتأخرش، لا تتأخر، يبقى don't late ولا don't be late، طبعا don't be late ليه، عشان دي late دي صفة، فلازم عشان الصفة بنستخدم لها فعل be. آخر سؤال عندي في درس النهاردة، complete the sentence with the correct form of the word and practice. not forget to call me when you arrive home، يبقى هنا don't forget يعني لا تنسى أن تتصل بي عندما تصل للمنزل. number two، ليلى sit down، ليلى تجلس، and to finish your dinner، يعني يا ليلى اجلسي و finish بس كده من غير تو عشان ده أمر مثبت كده. number three، eat healthy food، كل طعام صحي، and remember وتذكر، يعني remember تتذكر to wash your hands، إنك تغسل إيدك، فهنا عندك الأمر المثبت والجملة الثانية طبعا أمر مثبت. number four، to make a video call، عشان تعمل مكالمة فيديو، tab، tab يعني انقر أو اضغط على this icon، وخلي بالك كده عندك فرق بين كلمة tab وكليك، tab وكليك الاثنين معناهم يضغط، بس tab يضغط باللمس، لكن كليك يضغط بالفارة على الكمبيوتر. طيب ده كان حل تدريبات الدرس الأول والثاني من كتاب
جيم 2025 للصف الأول الإعدادي. كان معكم مستر محمد، ولا ننسى الاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.